ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي، وحشتكم جدا المقدمه بتاعتنا في الفيديوهات. النهارده بقى يا جماعه جايين لكم فيديو جديد، فيديو وان احنا هنفك الغزل الراسته. انا فكيت اول بصوا لقيتها قاعده زهقت جدا، فقلت لي انا فكيتها. بعدين بصوا كمان شعرها، لو انتم ملاحظين بقى بصوا شعرها بدا يربط من هنا ازاي. بصوا شعرها هعمل لها حمام كريم يعني، فكل ده هينزل. فاستني، لا ما تقصيش، انا اللي هقصلك. فدلوقتي قبل بس ما نشوف الفيديو تنسوش تعملوا لايك شير كومنت فعل زر الجرس، اشتركوا معايا احلى. وكمان يا سندريلا غزل وصلونا 2 مليون مشترك. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه، احنا بقى لنا فتره مش بننزل كومنتات ليه في الفيديوز، عشان احنا كنا انت عارفين ان احنا كنا يعني في المصيف وكده. فان شاء الله هرجع من بكره باذن الله، انا يعني من النهارده في الفيديو ده هنزل لكم تاني الكومنتات بتاعتكم اللي انتوا بتحبوها. يلا بينا، يلا نبدا، يلا نبدا. غزل فكت اول واحده بصوا، وبعدين انا هكمل الباقي بقى. يلا بينا. انت يا بنت استني بصي يا جماعه الاول اللي عايزه تقص. استني طب قصي بعيد عن الشعرايه، قصي بعيد عن الشعر. طب يا زيت الكيس قصي بس مش مهم، بعيد عن الشعر اهو. ايوه يلا بروح. ها الله، ابو فين هي؟ ثاني ده فكت. فين هي؟ اهي 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 اهي. يلا فكفكي. لا ما تفكي، لا خلاص ما تقصيش، فككي على طول. يلا يعني هنفكوا بقى يا جماعه كده، هنرجع لكم حبه 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 حبه. يلا طب مامي انا اللي افك البتاع وانت اللي. طب ثواني، طيب ماشي يلا. بصوا يا جماعه بقى عشان افك الراسه، ما عرفتش افكها لوحدي. الاول جبت حمام كريم، وجبت امنيه وفيروز وما وكلنا كلنا بنفك الراسه الغزل. شايفين شايفين؟ تعبت والله تعبت، ولسه ما عملناش حاجه اصلا. ايه يعني اول بس ايه ما بتشدكل؟ والله ما بتتشد يا حبيبتي، والله ما بتتشد كده اساسا، والله ما بتتشد والله. فيروز ممكن شعرها قصير. بصوا يا جماعه احنا وصلنا اول لف شعرك غزل، لف شعرك. بصوا وصلنا لحد فين، طبعا زهقنا فجبنا اكل ناكل لحد ما نخلص. مها نور يا مها، والله من القوه في القلب من جوه. يلا يا غزل وريني. بصوا يا جماعه وصلنا لحد فين، وريني كده من ورا فاضي قد ايه. ايه يا منى؟ واحده في ربع. عديتي عديتي ولا ما عديتيش؟ وانت يا مها عايزه الضفيره بكام؟ بخمسة جنيه. يا نهار ابيض، امنيه بتقول الضفيره العريضه بجنيه والرفيعه ب 10 جنيه صح؟ احسبي بس، المهم عشان كل واحد في الاخر هياخد ثمن اللي هو عمله. بجد؟ ده دي 100 جنيه دي. وريني دي 100 جنيه. انا عملت واحده اصلا عملتها والله. طب يلا ماشي خلاص، كل واحد يعد في الاخر عمل كام واحده. هم اصلا 110 110 ضفيره تمام؟ انا ما عديتش بس هعدي. طب يلا ايه ده؟ هديكي تضربي رقم فوق؟ لا في الاخر الناقص في الاخر انت اللي تكوني عملتيه. خلاص؟ يلا. امنيه بتقولي ايه بس؟ معلش عشان في كلمه دلوقتي يعني خلتني انتبه. داخله في ال 30. داخله في ال 30 ايه؟ يعني عايزه 300 جنيه؟ لا استني. ولا 3 ولا 30 جنيه؟ استني استني. عملت 15 كبار و15 رفيعين جدا. طب 150 جنيه و15 جنيه، تمام، يعني من لحد دلوقتي 165. ماشي وانت يا مها؟ 20 20 كده 10 كده. انت بنت طماعه، انت بنت طماعه والله انت طماعه. وانت يا زين عملت كام واحده؟ ما عملتش ليه يا زين؟ وانت عملتي كام واحده؟ طب انت عملتي كتير؟ انا ده انا عملت بالهبل، تهزروا؟ ده انا الجزء ده كله انا اللي عامله. لا وانا معاكي. لا وانت معايا يا مها. اصل يا صاحبي ماما متخيلين الكميه دي ولسه شعر غزل. بصوا انا فكيت الجزء ده انا ومها، فاضل قد ايه؟ لا والله يا مها فاضل حبه صغيرين يا مها. ورينا عند منى القوه قد ايه، فاضل قد ايه؟ ووطي زيزو الصوت شويه لو سمحت، عشان كده بقول لك فكي اللي تحت الاول عشان اللي فوق هيضايقك. منى احنا جوعنا صح؟ احنا جوعنا. دي منى جابت العشاء كمان، يا عيني جايعت. مها جوعتي؟ ها؟ ما تخافيش يا سلمى عدي مش هجيبك. يلا 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 بينا نكمل، يلا بينا نكمل عشان اجوع. طب يا مش افك الاول بس اقعدي ساكت. ماما بتعيطي ليه؟ طيب اسفه والله ما كان قصدي، والله اسفه والله اسفه خلاص والله اسفه. بس يا غصبيني اعمل انا شديتها حته منها غصب عنها. خلاص خلاص يا لول بنت ضيعتي يا لولو. يا امشي ماما حبيبتك. اسفه خلاص وجعتك، انا اسفه والله انا عارفه حقك عليا. طيب حقك عليا وريني وشك. طيب
غزل دي غريبه قوي، بتضحك وبتعيط في نفس الوقت. عامله زي عامله زي والله. ايه بتضحك وش انا بس عارفه دي صوتها بتضحك وش ماما. ايه انت بتضحك وش ماما يا تشيلا غزل؟ لا انت بقيتي شبه مين؟ شعرك بقى شبه مريم فارس. هوباري ناري تعالي سرحولي كتاب وشوف بقى يتسلك ازاي والعذاب اللي احنا هنشوفه في التسريح. يلا 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 غزل. طبعا يا جماعه بصوا اقول لكم على حاجه، احنا جينا نسلك الشعر من هنا ماسك. بصوا الثانيه زوزو بصوا ماسك ازاي. فغزل طبعا هتضطري تاخد شاور، هي اصلا لسه اخصص شعرها قبل ما نعمله، وهتحط حمام كريم كتير في شعرها عشان يتسلكوا بسرعه. يلا 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 حبيبتي غزوله وريني شعرك قلبه. عيطت عياط يا جماعه. انا عايزه اقول لكم اقسم بالله ان نص شعر غزل وقع والله كنت عايزه اقول لكم كميه الشعر، بس للاسف كانت في الحمام وكان شعرها مبلول، وانا بصراحه صعبت عليا يعني من كتر ما هي كانت عماله تعيط وشدت لها فروه شعرها كتير بصراحه، فصعبت عليا جامد. زوزو بصوا كانت بتعيط ازاي، والله العظيم زعلانة خالص. ابو حقك عليا والله العظيم، مش قصدي اوجعك والله، حقك عليا. ايدي كبسها يا زونة كده برضو ما ساعدتش غزل تفكر راسها. انا زعلانه منك على فكره، زعلانه منك على فكره. يلا عشان تتعشى وتنام عشان في مدرسه بكره. ماشي ماشي النهارده؟ لا بكره الصبح يعني، ونام ونقوم ونلاقوا مدرسه على طول. اها عامله ايه ما اخبارك؟ ايه كويسه كويسه اهو صورتك اهو. اي خدمه من امبارح. صوريني يا ايه صوريني يا ايه صوريني يا ايه اهو صورتك. عايزه تقولي قولي اللي انت عايزاه، المسرح لك. قولي بحب مهوهي بجد. شكرا يا ماما بجد، ربنا يخليك يا ماما، ما تحرمش منك يا ماما. تعبتي معايا امبارح في فكر راسه الغزل صح؟ لا والله ده اقول لك على حاجه، انت بعد ما انتم مشيتوا انا خلاص زهقت بقى، سبتها الامنيه. اه والله قلت الامنيه فك انت بقى لحد ما ايه عملت حجه ان انا ايه بقى اجيب الكيس عشان الم الشعر والله قلت امنيه بقى كمان امنيه اجيب بس الكيس ولا مش عارف. لا بصي امنيه بتقول لي غزل ايه؟ مين بيوجعك؟ قالت لها انت وايه؟ قلت لها طب وما بتوجعك؟ قالت لها فين ما بتعملش؟ مش حاسه بيك انت بتعملي، عشان انت بتعملي براحه خالص يعني يا جماعه، عشان اصلا بشد غزل جامد، بشد خدت من اول الدفين لحد اخرها يعني، وجعتها جامد في شعرها والله العظيم يا جماعه، مش متخيلين كميه الشعر اللي وقعت. مش عارفه نص شعر غزل، نص شعر غزل قد كده والله العظيم، نص شعر غزل وقع ويا عيني البت تشوفه وتعيط. شعري يا ماما شعري يا ماما. عارفه وهي في التواليت شعرها بيقع، كنت عشان كنت دخلت فكيت يعني في مكان الرابطه اللي فوق مكان العقده في بقى الشعر كده كانه ايه اتعقد اتعقد حوالين بعضه. فدخلت بقى عملتها حمام كريم وبلسم وشطفت وحمام كريم تاني وفك لها العقده بالمشط وعيني تنزل شعرها وتصوت وتشوف الحمام في الارض كده بيبان الشعر كتير وتشوفه وتعيط والله العظيم. بس الحمد لله ربنا، بس كده احلى يا ماما، انا شكلي كده اموره قوي من غير الراسته، انا ايه اللي خلاني اعمل؟ لا شعرها بعد الراسته بقى هادي بقى كيرلي ما عشان من كتر التكسيره بتاعت الضفاير، بس انا كنت حابه عليها الراسته يعني قلت اغير لها برضو تجديد. بس كلهم بيقولوا ان شعر غزل، شعر غزل احلى من الراسته. اه حتى عم صلاح، بس انت كان عليك الراسته احلى والله، كانت الراسته منوره لك وشك ومحليكي، انت اصلا قمر يا بها يعني من غير حاجه والله، بس كانت الراسته مخليكي اموره ما بهزرش والله. عفوا يا ماما، ما انت اتبسطتي كده مصورتك؟ اه واو تعبتي امبارح في غزل يعني يا جماعه، احنا نمنا وقمنا يعني النهارده الصبح. خدتي كام امنيه في الاخر؟ انا آه. صفر جنيه. ايه امنيه؟ امنيه كده تبوظي صورتي قدام الفضائيات؟ امنيه امنيه قولي الحقيقه. قعدت المشكله ايه؟ قلت لك تديني فلوس؟ قلت لي ايوه طبعا يا امنيه. امنيه انت عارفه اقول لك على حاجه، انا في الاخر خالص مش سبتك وقمت، انا تعبت ومش قادره اعمل حاجه. ما انا عارفه قلت لي اروح اعمل حاجه وجاي خليتيها الزله. انا اكتر واحده عملت فيه. اه ايوه بصراحه بصراحه امها البت ما والله عملت كتير. اقول لك انا عملت كام؟ اه انا عملت حاجه و70. لا اللي مش للدرجات يعني للدرجات. مش للدرجات دي، اقعدي ساكته. لا لا والله العظيم ابدا مش للدرجات دي. انا عملت 100 واحده. ايه ده؟ عملتي 100 واحده فكيتيهم؟ فكيتي 100 واحده. انت كنت معانا اصلا؟
انت فكيتي واحده بس قبل ما نطلعوا من هنا واحنا كنا في التصوير، ما فكيتيش تاني. ما تهزري. احمد ربنا. احمد ربنا. طيب ماشي حبيبتي احمد ربنا. امنيه قوه في القلب من جوه. شكرا ليكي للتعب المجهود والارهاق اللي انت عملتيه معانا امبارح، لاني فعلا ما كنتش عارفه اعمله لوحدي مهما عملت. انت حبي وحياتي، انت ما جبتهاش تعملها بقى، انت قلبي وربنا. نسيتيني العكنانه، تخنقيني تعصبيني مش هتمشي من هنا. هني من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا منين بالظبط بس عشان افهم. الفضائيات شريتك يا الفضائيات هتفضحي، مش هتتشاف المونتاج دي. من هنا من هنا من هنا مش كده، مش من هنا من هنا يعني خلاص مش هتمشي، الموضوع قفل معاكي. شكرا يا امنيه والله على المجهود. ايه انت عمرك ما تمشي من هنا القلب مش هنا حبيبتي، القلب هنا. القلب هنا معاك. ايوه ماما. ما عشان ساعات بيعملت ايدي كده بيدق لا لا ما هو ده بيبقى نبض نفض الدم، لكن القلب هنا نفض الدم والله، الدم هو بيتنفض يعني بحبك في الشمال، القلب في الشمال اهو. ايوه والدم في اليمين، الكليه في اليمين. ماشي ربنا يخليك يا مكه. ايه يا لولو؟ لولو يا لولو يا زوزو. بقول يا لولو مش يا زوزو، زوزو واحده بس. ما انت قلتي يا لولو. طب لو انا كنت عامله راستك كنت هتساعدني؟ كنت هقعد افك لك. اه والله بس انت ما فكتيش مع بنتك انا عشان تفكي. لا فكيت يا بنت، قعدت انا وما اتوقع اللي كان هيقعد يفك معايا انت وغزل. دي غزل كانت هتبات لك. اه والله ما بهزرش. انت وغزل وانت هتبقى عايزه بس مش هتعرف. مين؟ فيروز. فيروز وين تاني؟ ممكن حاجة تنتهي ولا؟ اه تفك واحدة، ماما كبيرة واحدة. اه واحدة. وممكن معها، معها لا ما هتدوس، مش هتقولك لا على حاجة. وانت؟ وانا برضه. آه. ايوه مكة برضه، بس انت ساعات مش هتبقي معانا بالليل. سلمى برضه. سلمى. سلمى تكبس حبيبتي بقى. بصي 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 حبيبتي. اه. بصي. وحودة ممكن يلعب كفو. خدي بس حبيبتي الرصة دي، مع السلامة كده انت وهي، يلا بينا مع السلامة. لا لا لا. سلمى. ممكن انا عايزة اشتكي لكم من سلمى. اه لا لما سلمى تيجي بقى، عشان ما نتكلموش على حد في ظهره، احنا نتكلموا عليها في وشها. انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ انزلي. على فكره البسين كده يتكسر. ها غزل انزلي يا غزل. يلا غزل ما تدوسيش في الرمل يا غزل، انت وفيروزه تطلعوا البيت فوق خلاص. ايه يا قلبي سيبيه سيبيه. لا تيتو تيتو شاطر. يلا 1 2 3 لا سويت، لا غزل سويت وصوت عالي. لا شويه كده اطلب لكم ماكدونالدز تاكلوا في البسين. ايه يا حبيبي استاذ فتحله بالراحه. ماما انا عايزه البيتزا برجر. البرجر من غير اي حاجه ولا كمان ولا بتاع بس. حاضر ولا خاص ولا اي حاجه. تيتو اجيب لك معاهم برجر وبطاطس. حاضر. وانت يا حياة؟ حاضر. شوية هجيب لك يا فيروز من فوق عشان ما تشربوش مكان بعض، ماشي يا حبيبتي؟ اوكي. هات يا زوز. بصي ولا قلنا مش عايزة خس، أنا عايزة اللي عايزاه بلين من غير حاجة خالص. لا لا سادة خالص من غير حاجة. لا أنا عايزة شيز بس؟ شيز والبتاع الأبيض. مايونيز. ماشي. أنا عايزة شيز ومايونيز وبس. حاضر. وبس وعايزة جنبيه. أيوة أيوة. بتاع السادة. ايه يا تيتو؟ الصغير وعايزه كتير وعايزه بطاطس. ماشي. وانا كمان زي حضرتك. حاضر من عينيا الاثنين. لو سمحتوا بقى ما اسمعش صوت سويت، ما اسمعش صوت دوشه، وما حدش يقف على حرف البسين عشان هقول لاحمد. طب مامي بصي يلا. فيروز لو وقفتي تاني على حرف البسين هقول لاحمد. غزل ممنوع تقفي على حرف البسين تاني. يلا. ايه تيتو يلا عوم يلا. واو شاطر يا تيتو برافو. حييه يا حييه. يلا العبوا بقى لحد ما اطلب لكم الاكل ماشي.